اليوم راح نخلص الجزء الثاني من درس فرق بين المكعبين وتحليله، راح نحله عن طريق اخراج العامل المشترك الاكبر بين الحدود. تمام يا تاسة، خلينا ناخذ المثال الاول. 24 م ناقص 4 ناقص 3 160 تكعيب على 64. حكينا اذا كان عندي بسط ومقام بختبر البسط واختبر المقام. بنلاحظ انه 24 مش مكعب، 3 مش مكعب، 104 مميم، وهي اصلا يا تاسة شو مقامها؟ واحد. المقام عندي مكعب 64، بس عندي مشكلة وين؟ بالبسط، صح يا تاسة؟ عندي مشكلة بالبسط. هلا ال 24 104 اوكي؟ انت اخذها 8 في 3، اي مش 8 2 2 2 في 3 في مين كم مرة يلمس 4 مرات؟ اوكي؟ 4 مرات. 3 ميم سين اس 3 عبارة عن 3 في ميم في سين كم مرة يلمس؟ 3 مرات. ايش المشترك بيناتهم؟ عندي 3 شو كمان؟ عندي ميم. إذا العامل المشترك الأكبر 3 ميم وتساوي 3 ميم. إذا أنا بدي أطلع 3 ميم عامل مشترك وين أطلعه؟ من البسط. المقام عندي شو ماله؟ جاهز. بنطلع 3 ميم. طلعناها إيش؟ مشتركة. البسط. طلعت 3 ميم شو تضل؟ 8 ميم تكعيب ناقص. طلعت 3 ميم شو تضل هون؟ سين تكعيب. تمام؟ على 64. إذا وصلنا لفرق إيش؟ لفرق مكعبين. المشترك برا. تمام؟ قوس صغير والقوس الأكبر يا تاسع. تمام؟ إيش جد التكعيب اللي 8 تكعيب؟ 2 ميم ناقص سين على 4، هذا القوس الصغير، تمام؟ القوس الأكبر الأول تربيع، 4 ميم تربيع ناقص زائد الأول في الثاني 2 ميم سين على 4 زائد الثاني تربيع سين تربيع على 16. أنا أكون حللته باستخدام العامل المشترك الأكبر. تمام؟ هون بقدر أقسم 2 مع 4 بصير ميم سين على 2، بس هي عبارة عن اتصالات تثبت فيه. تمام؟ طيب إذا هيك أنا حللتها باستخدام العامل المشترك الأكبر، كانت عندي مشكلة وين؟ بالبسط. طيب 2 س تكعيب زائد على 27 زائد 2 صار تكعيب. بسط مقام. عند البسط مش مكعب، لكن المقام مكعب، شو بدي وين تكون يا مس البسط؟ هي شو مقامها؟ واحد. ايش المشترك؟ كل ما بعملها الاثنين، طلع الاثنين برا، شو بضل؟ بضل س تكعيب على 27 زائد ص. ما هي اخراج العامل المشترك عملية قسمة، 2 على 2 بتروح 2 2 بتروح. طيب آسف، هون أنا حاطط مو جبر هي صار الراس. بصير اثنين، القوس الأصغر يمس والقوس الأكبر. إيش الجذر التكعيبي لسين تكعيب؟ سين، الجذر التكعيبي لـ 27 ناقص صار، نفس هون. الأول تربيع سين تربيع على 9 زائد الأول في الثاني سين صار على 3 زائد الثاني تربيع صار تربيع صار تربيع، تمام؟ أوضح لكم إياها كمان مرة. هاي جاية من سين على 3 تربيع، اللي هي سين تربيع على 3 تربيع تساوي سين تربيع على 9. هاي جاية من الأول في الثاني، سين على 3 ضرب صار تساوي سين صار على 3. بس مقام وأرقام. هاي جاية من صار في صار، هي أول صار تربيع. تمام؟ طيب الأخير 40 ألف. طب بس لو جيت أنا وياكم، ولا خليها وناخذ مثال على النقاط. تمام؟ 40 ألف أس 4 زائد 5 على 8 ألف سين تكعيب. 40 و5 و1000 ألف أس 4. المقام عندي هون عندي 1 8 8 مكعب. 40 و5 شو إيش أبدأ أطلع على المشترك منهم؟ ال 5 ألف. صح يا ناس؟ مش 5 ألف بيناتهم؟ طلعت 5 ألف شو بضل؟ بضل 8 ألف تكعيب زائد سين تكعيب على 8. طبعا هي مقامها ايش؟ واحد.
ثمانية بس هي 40,000 بس 4 5,000 سنتيغريد هاي بس بجاي 8 ب 5 طبعاً 5 في ألف أربع مرات وهذا جاي 5 في ألف في سين 3 مرات المشترك 5 هاي الخمسة المشتركة وعندك ألف شو بضل؟ هاي 5 ألف شو بضل هون؟ 8 ألف تكعيب وهون سين تكعيب على 8 كيف؟ طيب وصلنا أنا مستنيح على آسفة على الطريقة صارت عندي مفرقة مكعبين 5,000 برا قوس الأصغر والقوس الأكبر إيش جدول التكعيب 8,000 يا عتاسة 2,000 ناقص س على جدول التكعيب 8,2 الأول تربيع 2,000 تربيع 4,000 تربيع ناقص زائد الأول في الثاني 2,000 س على 2 زائد الثاني تربيع س على 2 تربيع اللي هي س تربيع على 4 تمام؟ يعني 5,000 2,000 ناقص س على 2 القوس الثاني 4,000 تربيع زائد 1,000 س زائد س تربيع على 4 يمسك هون بس 2 مع 2 بتروح بضل زائد 1,000 س زائد س تربيع على 4 تمام؟ الأول تربيع 2,000 تربيع 4,000 تربيع الأول في الثاني زائد الثاني تربيع كل هيك أنا حللتها باستخدام إخراج العامل المشترك الأكبر فكان العامل المشترك وين موجود؟ بالبسطة طب لو كان المقام الخمسة ألف شو بتطلع خمسة إذا كان المقام بتطلع 5,000 أنا بكون الرقم من فوق كمان إذا كان في عندي إخراج عامل مشترك تمام؟ هيك بنكون إحنا غطينا الأفكار المطلوبة عنا الواجب يا مس أسئلة الدرس بيبقى واجب مطلوبة منكم وإن شاء الله عند عمكم ورقة عمل بتدعم عندكم أفكار الدرس يعطيكم العافية.